هي رياضة تمعن في اكتشاف طاقة الإنسان الخلاقة. يصفها أصحابها وممارسوها بأنها انفتاح على التحدي الكامن في الجسم والذهنية وما بينهما من ائتلاف. منظومة رياضة الخوارق هاته هي تكثيف للإرادة في قهر المتاح. إنه حوار بين الرياضة والصعاب المتعددة، أو هي التعايش بينهما. عزيز صالحي وعبد اللطيف القميري رجلان من حملة هذا التحدي، رياضيان دخلا لعبة الخوارق بإرادة خلاقة وبحس نفسي وبدني مميز. يحضران عروضهما بشكل خاص، زمن الاستعداد عندهما يوظب بخصوصية وبتركيز مختلف عن باقي الرياضات وبتفاعل الصوت والحركة. كنضرب واحد المجهود ديال الطرق باش نجيو لهذا الجو هذا، وهذا الجو هو اللي كيساعدنا في رياضه التحدي، لانه هذا الهدوء وهذا الجو هذا هو اللي كيعطينا ديك القوه باش كتحمل ديك بالسيارات ولا الطوبيسات ولا كما كان الحافلات اللي قاعد كناخذوا من هذه القوه هذه، وهذا الجو هذا كيساعدنا بزاف. وهذا الجو كنكون بالخصوص باش كناخذوا ديك الطاقه القويه باش كيكون هدوء وكيكون هذا الجو كنستافدوا منه بزاف، والتركيز كيعاودنا باكثر. وهذا اليوم هذه الحصه هذه غطلب لي واحد المجهود اللي تعطيني واحد القوه كثيره بزاف. الناس ديال هذه الرياضه هذه كناخذوا واحد الاماكن اللي هي كتكون فيها الهدوء السكينه، ما فيش ما كاينش صداع ما كاين ضجيج، باش كناخذوا واحد لا كونسونطراسيون ديالنا من المستوى العالي باش كنكتسبوا واحد القوه داخليه اللي كنكونوا في التمارين ديالنا يعني بواحد المستوى عالي. وهذا معروف علينا احنا يعني من البدايه ديالنا ومازال مستمرين في التدريب ديالنا، لان كناخذوا اماكن فضاءات يعني كما نقولوا خاليه من الضجيج من الحركه. في مقامات رياضات الخوارق عند الصالحي والقميري جنوح نحو اختيار قهر الحواجز وجر المركبات والناقلات والباصات. في العادة فإن استعراض رياضي الخوارق منفرد، وتحول الاستعراض الفردي إلى منافسة. يتقارع الرجلان في جر الحديد الثقيل والعجلات الضخمة عبر مسافة مرسومة. المنافسة فعلا بطقوس. رياضة التحدي عند جميع الجمهور، نساء رجال كل شيء، ماشي رياضة أخرين فعالي كيمارس الرياضة، لا، هذه رياضة شعبية الكل كيعشق. ولما كنشوف هذه الجماهير كنعطي الخطورة كتكبر مع الجمهور. إلا بغيت تكون بطل كبير في التحدي وهذا كيكون معك الجمهور، ولا جا الجمهور راتق بك باش يضحي ساعتين ويتسناك راه كيتمتع كيشوف لقطة كتأثر له على المشاكل ديالو. هذيك اللقطة ديال التحدي اللي كدير كتخدم له في راسه كتدخل كتهزو العصب ديالو. ملي كينجح لنا العرض وكيكون جمهور كثير وكيكون تشجيعات، هذاك هو الهدف ديالنا، هذاك هو التشجيع ديالنا، هذاك هو الحماس ديالنا، هو القوة ديالنا حنايا. هنا فين كتكمل القوة ديال هاد الأبطال هادي هو في الحضور تاع الجمهور والتنظيم يكون في المستوى والتشجيع، هذا هو فين كتكمل القوة ديالنا حنا وفين كنكونوا في المستوى وكيحفزنا باش نقوموا بعروض أخرى بجولات أخرى. في مدينة وجدة كما العديد من المدن التي تحتفي بالظواهر الرياضية الخارقة، يتجمع الناس بتأطير جمعيات ومنظمات مدنية لعرض آخر صيحات رياضة الخوارق. منافسات يتم ترتيبها بدقة وبترحاب. نسقنا مع جمعية أقوى رجب المغرب باش أنه جبنا العروض الشيقة للناس ساكنة مدينة وجدة، وساتي لها عروض متتالية في جميع المدن المملكة، لأنه باش يعرفوا هاد السكينة شنو هي رياضة التحدي، شنو هي رياضة القوة البدنية، شنو هي رياضة الخوارق. مشاهد رياضة الخوارق تخلق أجواء شيقة وسط الجمهور. طاقات التحدي درس لقوة الإرادة التي تجذب انتباه العيون وتخلق حالة إعجاب وتشجيع. إبداعات رياضيي الخوارق تتفتق في أوج العمليات وتزداد توهجا، إنها حماسة بلا حدود. مشاهد الخوارق تستقبل تدفقا جماهيريا للمتابعة. هذه الرياضة بطابعها الاستعراضي والتنافسي تتحدث فلسفة فنية جديرة بالإبهار. هاد العروض هذه تخوف واحد شويه، خطيره هي في الحقيقه وخطيره واحد شويه، ولكن راه الناس يعني راهم عارفين كيف وشنو كيديروا، يعني راهم مدربين راهم عارفين شنو كيديروا.
ثمة ضغط جميل تنشره رياضة الخوارق، الأنشطة التنافسية بتنوعها وانفتاحها على العروض اللامتناهية تحوز انتباها أخاذا من الجمهور. التحدي دائما كيكون مذهل، دائما كيكون قال الحاجة الخطيرة كتكون تحدي، وكنت منوع العروض يتكرروا مرة هكا باش نشجعوا الشبان الصغار ديالنا. البطلان عزيز صالحي وعبد اللطيف القميري اللذان خاضا سلسلة من العروض والمنافسات يودان أن تشملهما انشغالات الدوائر الرياضية المسؤولة والمؤسسات لأجل التعاون في صياغة منظومة قانونية لرياضة الخوارق، لا سيما وأن عدة أسماء مغربية بدأت تنفذ إلى المنتديات والسجلات العالمية مرورا بالملتقيات العربية والقارية، أسماء البعض منها أخذ مكانه في موسوعة غينيس. درنا أقوى جمعية ودينا بطولة العالم ودخلنا لغينيس ومشينا وحنا أهل البولونيا غادي نلعبوا للأبطال العالمين كحذاري كي يقولوا من المغاربة، لأنه خطر العروض ديال المغامرة. تحدينا الهنود، تحدينا الأخطر رياضة هي الهنود، هي الكويت، الباكستان اللي أخطر رياضة، هذوك الآسيين واعرين بزاف ولكن تمكنا عليهم لأنه هذه الرياضة طورناها ودخلنا لها قوة وتدريب وخذينا لها بزاف ديال المشقة كثيرة، والحمد لله احنا فخر بزاف في هذه الرياضة هذه. شاركنا في البطولة العربية في بيروت مع الاتحاد العربي، وإن شاء الله أنا راني خديت واحد اللي سميتو يعني واحد الشهاده يعني باش نكون هنايا انا المكلف في هاد الرياضه هادي ونتواصل مع الابطال، وان شاء الله اللي كنطمحوا باش نضموا واحد البطوله عربيه اللي غيكونوا فيها واحد مجموعه تاع الدول العرب هنا في المغرب ان شاء الله. تفاعل الناس مع العروض المدهشه للطاقات المميزه جعلهم يقرؤون للبطلين التحيه الجياشه بالاهازيج الدافئه. رحنا نهديوها لهاد الأبطال والناس كاملين اللي حاضرين هنا، الله يحفظهم. في المغرب تنتشر رياضات الخوارق واضعة مجالات مفتوحة للابتكارات الذهنية الرياضية المحلية، صانعة توهجات متعددة للإرادات الشجاعة. إنها سلالة رياضية ترفع مقاسات القوة الإنسانية الرياضية، تستحق الاحتفال بهم واحتضانهم بالرقص والطبل والصياح وأشياء أخرى.